يقوم بعض صغار السن كمن عمره 10 سنوات فأكثر بالاعتكاف مجموعات في المسجد، فهل يباح للإمام أن يمنعهم خشية عليهم؟ نعم، إذا كان أنه يخشى عليهم يعبثون في المسجد فلا وأيضا الاعتكاف ما هو بجماعي، الاعتكاف الجماعي بدعة، الاعتكاف الجماعي بدعة، فلا يمنعون من الاعتكاف الجماعي ولو كانوا كبارا، ولو كانوا كبارا، لأن هذا بدعة. أما أن يعتكف الإنسان مفردا فلا بأس بذلك، إلا إذا كان يعبث في المسجد يكون صغير أو يخاف عليه فيمنع أيضا. نعم.